طاجن لحمة خطير هتاكلوا صوابعكم وراه. بصوا الجمال شكله أصلا يفتح النفس. عايز أقولكوا بجد وهمي جدا، هنعمله بطريقة خطيرة إن شاء الله يعجبكم جدا جدا، واللحمة دايبة ومستوية. بينا نشوف عملناه إزاي، وما تنسوش اللايك والشير. عندي هنا لحمة، نص كيلو من اللحمة الموزة، هاخدها بقى أقطعها قطع صغيرة. عايزة القطع تكون صغيرة خالص عشان تستوي معايا بسرعة، وكمان تبقى لذيذة كده وانا باكلها بالعيش. هقطع كل الكمية بالشكل ده، وبعد كده تعالي بينا نجيب حوالي نص كيلو من البصل وبرضو اقطعه جوانح بالشكل ده. خلصنا تقطيع البصل، بينا بقى في ووك على النار، حط معلقة سمنة تقدح كويس. هنزل قطع اللحمة وافردها كده علشان اشوحها. هنشوحها كويس قوي ونقلبها كل فترة والتانية. واحنا بنشوحها تعالوا بينا بقى نضيف لها شوية بهارات كده نخلوها في حتة تانية خالص. هنحط ايه بقى؟ قرفة وشطة مستكة وحبهان وقرنفل ورشة سكر وبهارات لحمة. هقلبهم كويس مع بعض، هشوحهم كويس عشان ريحة البهارات كمان تطلع حلوة قوي، وهنقلبهم من وقت للتاني لغاية ما تتحمر اللحمة معانا وتاخد لون كده بني جميل بالشكل ده. هاي دلوقتي جه وقت ان انا احط البصل. هنحط البصل ونقلبه مع اللحمة ونغطي عليه ونسيبهم مع بعض كده لغاية ايه ما يتكرملوا شوية. بعد شوية هبتدي اقلبهم تاني. بصي لون البصل بقى عامل ازاي، تحفة. هقلبهم مع بعض تمام، وابتدي اغطيهم تاني واسيبهم يتكرملوا اكتر. بعد شوية اقلب، وبقى ده الشكل بتاعنا النهائي. خطير البصل لونه حلو قوي. اكون مجهزة مية بتغلي احطها واخليها تغطي اللحمة واغطي عليهم وهدي النار بقى، ونسيب اللحمة تستوي بقى على نار هادية علشان الانسجة بتاعتها تبقى طرية ولذيذة. واحط كمان ورقتين من اللورة وغطي واسيبهم بقى لغاية ما اللحمة تستوي. في التوقيت ده هجيب كوبايتين من الدقيق، رشة ملح ورشة سكر، معلقة من الخميرة، وقلبهم مع بعض وانزل مية دافية حبة بحبة لغاية ما لم العجينة في ايديا. هنعجن العجينة بايدينا بكل سهولة، وبعد 5 دقايق كده حط حوالي معلقتين ثلاثة من الزيت وابتدي اعجن تاني 5 دقايق كمان لغاية ما العجينة تبقى مظبوطة معاكي وما تتلزقش في الايد. غطيها وسيبيها في مكان دافي تخمر ويتضاعف حجمها على ما اللحمة تستوي. اللحمة خلاص دخلت في التسوية وبقت خطيرة بالشكل ده. اختبريها بقى وشوفيها استوت كويس ولا لا. بص كده يا سلام، استوت وبقت تحفة جدا. يلا بينا بقى، هكون قالية كيلو من البطاطس مقطعه مكعبات وقليته في الزيت لغايه ما خد لون ذهبي. مقطعه فلفل حامي وفلفل رومي وطماطم، واحط الملح بقى بتاع الكلام ده كله واقلبهم مع بعض. ولو لقيت الميه قليله فهزود شويه ميه والميه تكون مغليه، وهغطيهم واسيبهم يغلوا 5 دقايق مع بعض. الميكس ده يا جماعه خطير خطير. خلاص كده غليوا 5 دقايق مع بعض، هبتدي اجيب بقى طاجن محترم احط فيه كل الكمية بتاعتي بالصوص بالتوابل بكل حاجة. شايفين الجمال ولا الريحة يا جماعة؟ مش قادرة اقولكوا جميلة قد ايه. هجيب بقى العجينة افردها على دقيق تمام بالشكل ده، ويلا هوب فوق الطاجن. هظبطها على قد الطاجن، ولو كبيرة شوية هجيب السكينة وأقصها بالشكل ده. هدهنها ببيضة عليها كده معلقة لبن، وبعد كده حبة البركة بقى وسمسم ورش عليها. يا سلام تحفة. فرننا سخن سخن جدا، وعلى الشبكة هحط الطاجن لغاية ما العيش يحمر ويستوي ويبقى معانا بالشكل ده. يا سلام خطيرة يا جماعة بجد وهمية. كل اللي هيدوق من الطاجن هيقولك بجد تسلم ايدك، تحفة جدا ما شاء الله. بالعيش تنفع، جنب رز تنفع، زي ما انت عايزة، جنب مكرونة تنفع، بجد خطيرة.
يلا بقى لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب، وقولولي في التعليقات هتجربوا